السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. محمود وادي دائما معكم ومن جديد. طبعا بالبداية الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يتجدد لقائي بكم دائما أعزائي المتابعين ومشاهدين هذه القناة قناة نفيد ونستفيد. واليوم يوم حار بعض الشيء، ارتفاع في درجات الحرارة. اليوم يا اخواني سأعطي طيور وجبة التفاح. التفاح يا اخواني يحتوي على عناصر كتير كتير مهمة. اولها يا اخواني ايضا خافض لدم الحرارة، او يعمل على عملية خفض حرارة الجسم لهذه الطيور، البادج، الكوكتيل، الغندور الى اخره. وهو وجبة مفضلة فيها فائدة ايضا اللي هو مقوي ومنشط للمعدة بالدرجة الأولى. لا يعمل نوع من أنواع الخمول، بل يزيد من عملية النشاط لهذه الطيور. اليوم بإذن الله سأقدم لهم هذه الوجبة في الأسبوع، يعني هو يوم حار بعض الشيء. الوجبة يا إخواني أصبحت جاهزة، يعني بعض الشيء ها هي. يعني أنا قمت طبعا بغسل التفاحة جيدا، من ثم قطعها أو قسمها أو قضمها نصفين، ومن ثم أخذت الجزء وقمت بتقشيره، ومن ثم بشره هكذا ليصبح صغير الحجم كما تلاحظون. يصبح سهل جدا على الطيور في عملية الأكل. ها هو جاهز مقشر ومنظف جاهز 100%. سبحان الله كأنك تقدمه لإنسان، لأن هذه الطيور تستحق منا الاحترام وتستحق منا دائما المحافظة على صحتها ورشاقتها، وأيضا تقديم لها كل شيء بقيمة موزونة. سأضع لهم التفاح، خليكم معي. أنا لا أحب إزعاج طيوري. الآن أصبح جاهز التفاحة، هو أصبح في داخل القفص. ها هي أنت تقترب منه، لأنه وجبة كما قلت لكم مفضلة لهذه الطيور. دائما احرصوا على أن يكون نظيف، لأن أغلب المزارعين دائما يستخدموا الأسمدة أو الأدوية لرش الحشرات، مما يعني أنك تقوم بغسل التفاحة جيدا. إن أردت أن تضع القشر ضعه. أنا يا إخواني شخصيا كمحمود ودا أقوم ببشر القشر أو رفعه والاكتفاء بالتفاح من الداخل دون القشر كما تلاحظون. ها هي الوجبة الخاصة بالتفاح لليوم، لأن درجة الحرارة مرتفعة بعض الشيء، يعني اليوم في ارتفاع في درجة الحرارة. ركزوا على المياه يا إخواني، يجب أن تكون مياه عميقة كثيفة. يعني أنا اخترت هذا الحجم بالذات لأن هذه الطيور أيضا ترغب دائما في نتر المياه حول ريشها لتتمكن من الاستحمام نوعا ما. يعني هذه هي حلقة اليوم،